شنو الصورة؟ هاي الصورة عرضنا احنا فيلم صخب البحر في مهرجان القاهرة. القاهرة. فكان عندي صديق سيف الدين سلبي. كان صحفي. من ضمن شو اسمه؟ قال لي راح اخذك للمسرح مال عادل امام. بس هو الاهم من هاي الصورة اللي خلتني اقعد ويا عادل امام. فديوم باحدى الاحتفالات اليومية اللي سووها بالمهرجان طلع يغني شو اسمه إيمان البحر درويش طالع من بيت أبوها. أوكي. غنى ما يشبه المقام. إيه. فأنا منشنش هيجي ما أشوف نفسي إلا قمت على المسرح قلت له باعتبار هاي الأغنية عراقية. إيه. طبعا فرقة أوركسترالي أوركسترالية. أترك الدفة إلي. ها قلت له خليني أكمل لك هاي الأغنية. طبعا تدرين كأحد المشاركين أنا ما حد يعرفني، مين يعرفني؟ إيه.